اختارت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة السعودية سمر بن جابر الحمود استشارية جراحة وأورام القولون بمستشفى الملك فيصل التخصصي لرئاسة لجنة تحكيم لأبحاث علمية في مجال السرطان، وذلك عبر دعوة رسمية من رئيس مجلس أمناء هذه الوكالة. عشان نتعرف عن هذه السيدة بشكل أشمل وأوسع تابعوها في التقرير التالي. الدكتورة سمر الحمود حاصلة على البورد السعودي والعربي في الجراحة العامة، حاصلة على زمالة جراحة القولون والمستقيم من بريطانيا تحت إشراف مستشفى سانت مارك، حاصلة على زمالة البورد الأوروبي في جراحة القولون والمستقيم، استشارية جراحة القولون والمستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من الأوائل الجراحات السعوديات المتخصصات في هذا المجال الدقيق، بروفيسورة مشاركة في جامعة الفيصل بالرياض، رئيسة اللجنة العالمية في تحكيم الأبحاث العلمية في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتعد أول رئيس يشغل هذا المنصب من منطقة الشرق الأوسط، كما سبق وانضمت إلى عضوية اللجنة منذ عام 2015، وهي أول سعودية تحظى بعضوية هذه اللجنة. تم اختيارها من قبل منظمة الصحة العالمية في جنيف ضمن لجنة إعداد النسخ القادمة للتقرير العالمي لسرطان المنظمة الصحية العالمية لعام 2019. يتضمن الفريق الأعداد 6 خبراء عالميين، وتعتبر الدكتورة سمر الحمود العضو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط. تم اختيارها عضو ضمن 15 خبير عالمي في ورشة أبحاث سرطان القولون والمستقيم عام 2017، مدير برنامج تدريب الأطباء المقيمين في الجراحة العامة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وتعتبر أول طبيبة تتولى هذا المنصب في تاريخ المستشفى، رئيسة اللجنة العلمية للحملة التوعوية الخليجية بالسرطان. طبعا في البداية نبارك للدكتورة سمر الحمود على هذا الإنجاز الرائع اللي هي وصلت له، واللي بسببه نقدر نقول أنه اسم المرأة السعودية وصل لأعالي القمم عالميا، وأبارك لنفسنا كسعوديات أنه في امرأة سعودية قدرت توصل للمناصب دي ورفعت اسم السعودية في العالي. شكرا لك دكتورة سمر وأهلا وسهلا فيكي. شكرا على هذه المقدمة، صراحة أنا أحرجتوني. صراحة جدا فخورة أنه أنا كنت يعني بقدم فقرتك، لأنه الإنجازات اللي أنا كنت جالسة بشوفها الآن على المونيتور، أنا نفسي مبسوطة أنه في مرأة سعودية قدرت توصل للمستوى ده وقدرت تحقق الإنجاز ده، لكن أنا بعرف شعورك أنت تحديدا كيف كان؟ يعني الحمد لله بفضل من الله صراحة، ودعم دائم دائم ومتواصل من الأهل. يمكن هذا الإنجاز يعتبر تحدي لي شخصيا، بالإضافة إلى مهام كجراحة في جراحة القولون والمستقيم، الوصول إلى أهداف أعلى تحدي كبير لك، بالإضافة زي ما قلت لك يعني مهمتين في نفس الوقت، والوصول إلى مستوى مثل منظمة الصحة العالمية أنا أعتبره غير بس فقط إنجاز لي، إنجاز يعكس طموح الوطن الآن والمكان المميز اللي وصلت له المملكة، وأهم شيء التطور اللي قاعدة تشهده المملكة سواء صراحة على المستوى العالمي والمشاركة في اتخاذ القرار. أعتقد هذا مرة ضروري أنه يعكس علينا ويرفع سقف التحدي أكيد لنا إحنا كأفراد. يمكن أهم شيء يعكس هذا الإنجاز الآن، دائما إحنا نتكلم نستعين بالخبرات صحيح. الأجنبية والدول الأجنبية يعني دائما يجيبوا خبراء أجانب صحيح. وعندنا يمكن كان دائما طموحي وأكيد طموح الكثيرين أنه ليه ما يصير العكس صحيح. ليه ما يتم الاستعانة بالكفاءات السعودية صراحة على مختلف المجالات. ما شاء الله تبارك الله وصلنا إلى مستوى عالي جدا صحيح. كنا كلنا نحلم في أي مجال أنه طيب ليش ما يأخذوا ويستعينوا
البلاد الأجنبية، فأنا فكرت فيها الآن قلت الحمد لله يمكن وصلنا له الآن كمنظمة زي منظمة الصحة العالمية عن طريق الوكالة، أنه تستعين بامرأة وامرأة سعودية، يمكن بدينا الطريق والمشوار بإذن الله. بروفيسورة سمر، ليش أنا كنت جالسة بقدم المقدمة دي؟ أكيد طبعا هذا ما يوفيك حقك أنك أنت وصلت اسم المرأة السعودية للعالمية، فأعتقد إن شاء الله هذا بداية طريق لإنجاز الكثير مننا، وأنه الواحد بإذن الله يستطيع أكيد تحقيق أهدافه. أكيد حنا قادرين بإذن الله، بس نحتاج إيش؟ نحتاج القوة اللي بداخلنا تطلع، نحتاج كمان الدعم المعنوي. الدعم المعنوي جدا مهم دكتورة إذا توافقيني كمان. مو بس الدعم المعنوي، الاجتهاد، يعني الواحد عشان يوصل لكذا بكل صراحة يجب ما يستنى الفرص، ما لقى فرصة يدور فرصة يصعب أخرى. والجد والاجتهاد أكيد، وتحديد الأهداف والعمل من أجلها ضروري جدا، ويعني ممكن صراحة على قولك ممكن معنويات تطلع وتنزل، بس الواحد لا يفقد الأمل، يسعى ويسعى وفي النهاية ربك دائما. عشان كذا أقول دائما يبغى لك القوة عشان أنت تتحرك تمشي. بس دكتورة أبغى أعرف إذا ممكن إيش هي مهام لجنة تحكيم أبحاث السرطان؟ طبعا الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تابعة لمنظمة الصحة العالمية، هي يمكن المرجع الأساسي لأبحاث السرطان. عن طريق يتم عمل الأبحاث سواء المخبرية، الوبائية، الميدانية أو السريرية بالأمور التي تتعلق بسرطان السرطانات كعموما، مدى انتشارها، مسبباتها، عوامل الوقاية أو مكافحتها. مهام اللجنة هي مناقشة واعتماد الأبحاث التي تتعلق بالسرطان، وأغلبها تكون أبحاث على مستوى دول تتعاون مع منظمة الصحة، وتأكد أنها تطابق المعايير. ومن خلال هذه الأبحاث اللي تطلع أحيانا تأخذ سنين، يتم اعتماد إيش توجهات منظمة الصحة العالمية في مكافحة السرطان، مثلا من تطعيمات في بعض الأمراض، طرق الوقاية تكون مبنية على أسس هذه الأبحاث العلمية. يعني شغل يأخذ سنين أحيانا. يعطيكم العافية من جد. طيب دكتورة سمر، مجال الأبحاث ده اللي أنت دخلتي فيه وكنت فيه مع 15 شخص، هم كانوا رجال ولا في سيدات؟ لا، في سيدات وفي رجال. في سيدات. كويس. كيف حيكون تأثير الشيء اللي أنت اشتركتي فيه مع منظمة الصحة العالمية علينا إحنا في منطقتنا وفي السعودية تحديدا؟ هو في صراحة كان أكثر من تعاون، يمكن أهمها في اللي كنا مع 15 خبير وخبيرة من مختلف الدول. هذا كان بالتعاون مع الوكالة والتعاون مع المركز الوطني للسرطان الأمريكي. إن شاء الله حتطلع منه توصيات الآن في طريق نشرها. بالنسبة هذا كان بمكافحة سرطان القولون. الأهم في كان تعاونين آخرين، واحد بالنسبة براهين وأدلة الوقاية والفحص المبكر من سرطان القولون. هذه أول مرة يتم إعداد كتاب من قبل منظمة الصحة بالنسبة لسرطان القولون، شاركنا فيه مع 23 خبير، يمكن كنا احنا الوحيدين الحمد لله اللي من الشرق الأوسط. تم نشر ملخص له في مجلة، أشهر مجلة صراحة طبية ولك الحمد، وحيتم نشر الكتاب للسنة الجاية. طبعا هذه تحدد كلها توجهات الدول، وكمان بناء استراتيجيات لمكافحة تساعدهم مكافحة الأورام وطرق الوقاية منها الحد من انتشارها. طب إيش هي الأشياء اللي عملتوها دكتورة؟ أعتذر قاطعتك، بس لأنه بنفس الحكي اللي تحكينه، ايش هي الطرق المبذوله علشان انتم توعون الناس؟ خاصه الحين احنا نعرف انه العدد ان شاء الله انه ما يكون في زياده، بس العدد يعني موجود ما نقدر ننكره. فايش الاشياء اللي توعونها للناس؟ ايش الاشياء اللي تقولون لانه هذه ترى الضر في اشياء معينه ممكن تسبب لك المرض؟ هي الان اكثر التوجهات في المنظمات الصحيه العالميه، حتى منظمه الصحه العالميه، ليس فقط علاج السرطان، يبغوا يروحوا بمراحل قبل هذا بكثير. بالضبط، منها الوقاية والفحص المبكر في السرطانات التي يمكن منها الفحص المبكر. فالآن أكثر الأبحاث على مثلا إيش المسببات، سواء من نمط الحياة اليومية، أنواع الأكل، الرياضة والأشياء هذه اللي ممكن سواء ترفع تزيد من النسبة أو تقللها. يعني أنواع الأكل كمان ممكن أنها في بالذات مثلا زي سرطانات القولون، اللحوم الحمراء الكثار منها، يعني ربط اللايف ستايل بالصحة. هذه كثير التوجه عليها الآن محليا صراحة. الآن صار في استيعاب لهذا الموضوع، يمكن احنا
الأكل الغير صحي، السمنة، كل ما حد ينتبه لها. لا الآن في وفي خطط وطنية وخطط خليجية، يمكن كعضوة أنا في المركز الخليجي لمكافحة الأورام سلنا 3 سنين نسوي حملات، يمكن شاركنا معكم قبل كده حملات توعوية بدينا يمكن ب3-4 مدن، الآن ما شاء الله في أغلب المدن في مدن الخليج فوق 180 مشاركة من جهات سواء جمعيات، مدارس، جامعات، منظمات غير ربحية، وما شاء الله وفي لقينا تفاعل أكثر، ولقينا الآن الأغلب بالفعل قاعد يحاول يربط نمط الحياة الصحي، لأنه صحيح. أعتقد هو مش بس في القولون ولا في الأورام الأخرى، يمكن يقول قولون لأنه تخصصي، ولا في الأورام، يعني شعار الحملة 40-40، لأنه عالميا هناك 40% من الأورام يمكن الوقاية منها و40 يمكن الشفاء منها في حالة تم اكتشافها مبكرا. في جهود كبيرة وفي جهود أكثر بإذن الله الآن شغالين عليها خطط بالنسبة للوقاية. الحمد لله زي ما ذكرتي الأعداد قليلة جدا صراحة بمقابلة مقارنة بالدول الخارجية، لكن نبغى نستعد، لما نعرف الأعداد حتزيد التوقعات من منظمة الصحة، مش عشان هذا مش شيء احنا نتحكم فيه، مع تقدم العمر تزيد النسبة، احنا معروف انه جيل شاب الآن، فتوقع نتمنى ان نخليها على اقل نسب ممكنة بالاستثمار في الآن من الصحة. جميل جدا دكتورة سمر، يمكن كنا انا وانت قبل الهواء جالسين بنتكلم، وانا يهمني انك انت توصلي المعلومة دي، اكيد انت ما وصلتي للي انت وصلتي له كده هباء منثورة زي ما يقولوا، لا انت وصلتي واجتهدتي واشتغلتي على نفسك. ابغى منك انت كلمة لجيل المستقبل، ايش توجهي لهم؟ من الضروري جدا اولا الاجتهاد وخلق الفرص، حتى لو ما وجدت لاحد اي فرصة يحاول يدور، ما لقاها في مجالي يلاقيها في مجال اخر، تحديد الاهداف والعمل صراحة بجد تاخذ سنين، احيانا افضل شيء العمل بصمت والسنين، يعني يمكن مجهود ما يطلع، بصراحه انا كنت اقول لك قبل الهوى دائما السيدات يعملوا بصمت، صحيح صح سبحان الله، يعني الا في النهايه ربنا ان شاء الله تثمر هذه الجهود. فمن الضروري معرفه انه يمكن الانجاز، يمكن الوصول لصراحه اعلى مستويات عالميا، بس الواحد يجب ان يحدد اهدافه، يشتغل بجد، يتعب عليها، يبذل قصار جهده وتتحقق. يعني دائما أقول لك طموحنا عالي السماء. مع طموحنا السماء وأهدافنا أعلى وأعلى، ومع الرؤية صار لا سقف لا حدود سقف لطموحنا، صار مع الرؤية أثبتت المرأة السعودية وجودها، وبرضو ما ننكر إنه الدعم اللي بتقدمه لنا حكومتنا ودولتنا والقادة في دعم المرأة السعودية بيسهل يعني إن هي توصل لمناصب عليا جدا، وهذا جزء مننا لرد الجميل بكل الاستثمار اللي تم يعني فينا كشباب وشابات. لازم احنا كمان نساهم في هذه الرؤية، انا مو اعتقد انه بس حكومتنا الرشيدة ما قصرت، لكن طبعاً. احنا كافراد لازم ندعمها. يعني دكتورة سمر يكفي انه انت ما شاء الله اسمك من ضمن 15 شخصية كانت في الابحاث ضد السرطان، لكن خليني اسألك، تلاقي نفسك اكثر ناحية الأبحاث للوقاية من السرطان، ولا كالدكتورة سمر الطبيبة الجراحة في سرطانات القولون، في سرطان القولون؟ صراحة سؤال ممتاز، يعني يمكن في كثير من مش بس في البلدان، يمكن أغلبهم الشق السريري أو الإكلينيكي للدكاترة دائما يكون شوية بعيد على جانب الأبحاث، لأنه تكون مثلا على الجينات، يعني يكون في شوية ما لها علاقة، أو أحيانا ما تكون على أبحاث الإكلينيكية. يمكن صحيح. سبحان الله، يعني اللي أنا عجبني في هذا الموضوع أنك تحاولي تستثمري الأبحاث وتطبقيها عمليا مع يعني مع مهمتك كطبيبة. هذه الربط صعب انك كثير في كثير من الاحيان انك توافقي بينها، وهذا اللي انا حاولت اثبته يمكن لكثير من زملائي وزميلاتي، اللي الان التوجه انه ندعم بعض سواء من الابحاث او من الجانب مهنتنا كاطباء، يعني هذه الان اصبحت الان يواكبوا بعض لتقديم افضل خدمه للمريض، انه كان ناحيه طبيبه جراحه في نفس دكتورة الوقت دكتوره، لان اذا انت انتبهي اغلب العالمات والعلماء بالابحاث شويه غير مرتبطين صحيح. بالجانب الجراحي صحيح. فاحيانا الان لا الواحد يحاول يربطها سوا ونتعاون سوا،
أكيد هذا حيثمر أفضل أكيد. النتائج لمرضانا. الجهد دائما يثمر. إيه أكيد. ودائما لما تسعى بتلقى. الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله. حتى دائما يقولون إنه الإنسان له حد وممكن بسرعة حظه يوصله. صح. نبغى نقول لهم تجربتك أنت كطبيبة إنه واجهتك عوائق كثير. مريتي بصعوبات مرة كثير، نبغاكي تحكي لهم عن هالتجارب لأنه ما في شيء بسهولة. أنا أعرف أنه الحياة مش سهلة وما حتوصلين لشيء بسهولة، ولا أنت نايمة وصحيتي تتمنين شيء بتوصلين له. أبغى أعرف إيش العوائق اللي مرت عليك. يعني ما نبغى نتكلم كثير فيها، بس أنه أكيد صراحة أنه نبغى دائما الجانب الإيجابي. أكيد دائما جانبنا لا إيجابي. يعني صراحة كانت مجهدة، يعني غير توافقي مع عملك مهنتك كطبيبة، لأنه هذه أغلب الأبحاث والأشياء يمكن زيادة عن المهنة، فأحيانا إن هذا يأخذ من وقتك وإجازاتك وحياتك الخاصة يعني. صراحة أحيانا أخذت جهد كبير وتعب، بس دائما نقول في أثمرت في النهاية. الحمد لله. طيب دكتورة سمر، كطبيبة في مستشفى ملك فيصل التخصصي للأبحاث، كيف شفتي دعم الكادر اللي كان معاك في المستشفى وتحديدا من الرجال؟ يعني أكيد طبعا هذا إنجاز يعتبر لي ولكل زملائي وزميلاتي في مهنة الطب وفي المستشفى، وكان في يعني كان في دعم سواء بالنسبة للذهاب لهذه المؤتمرات، التوجهات. يمكن هذا بس الإنجاز يعكس مستوى المستشفى الملك فيصل التخصصي والمكانة اللي وصلت له، والدعم أكيد دعم الزملاء سواء في أوقات العمل يغطوا عليك بالفعل، يعني هذا أحس إنجاز، ودعمونك كمرأة بالفعل كان في أنا دائما أقول الرجل داعم، وحتى لما تكون بيئة عمل صحية فأكيد بيطلعون دكتورة زي دكتورة الحمد. دكتورة سمر جد 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 أنا فخورة فيك وفخورة أنه أنا من جد جد قدمت معك وقدمتك، يعني لساني عاجز أنا كيف أوصف الشيء اللي أنت وصلتي له والإنجاز اللي أنت وصلتي له. ننتظر منكم أنتم كعالميات إن شاء الله يا رب، مش بس على مستوى الوطن العالمي، خير قدوة للمرأة السعودية. أنت خير قدوة إن شاء الله يا رب، كثير بنات يكونوا بيشوفوك يعرف أنهم هم يقدروا يوصلوا ويقدروا يوصلوا المكانة عالية، بس أكيد بالجد والاجتهاد. شكرا لك. يعطيك العافية دكتورة، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا لكم. خلونا نطلع فاصل وأكيد مكملين باقي فقراتنا، خلوكم معنا.